انتر ميلان. موجوده هذه الكره عن طريق المهاجم يولي، محاوله التقدم دخول منطقه الجزاء، الكره بتتهيأ خطيره. الله، هدف اول للكانجارو. المنتخب الايطاليانو، لمسه بشكل ممتاز من جانب اللاعب سيجيشيتش، كرة وانطلاقة ومحاولة لمصلحة المنتخب الوكول. الله، هدف ثاني، هدف ثاني وسط ملعب المباراة. في الجانب الأيمن مصطفى قبيل، يحاول مصطفى، تقدم مصطفى، كرة داخل منطقة الجزاء، عراقية خطيرة. الله، أسود الرافدين.